مرحبا بكم متتبعينا الكرام في أولى حلقات فقرتكم الجديدة نوستالجيا. ضيف فقرتنا اليوم أعطى الكثير للماس، لاعب لقب بالفراشة والتي حلقت بالماس لمنصات التتويج، ودخل التاريخ كأول قائد يرفع 3 ألقاب في 100 يوم فقط. لاعب لم تنصفه الكرة الوطنية ومظلوم إعلاميا، نجمنا لهذا اليوم هو الفراشة ميزان وسط الميدان العميد رشيد الدحمني. ولد رشيد في 12 من شهر ماي 1982 بالعاصمة العلمية فاس. بدايته كانت مع فريق وداد فاس قبل أن يلتحق بالماس موسم 2004-2005، لكن بدايته مع الماس لم تكن بالمثالية آنذاك، كونه تعرض للإصابة خلال مباراة ودية أبعدته عن الملاعب لمدة عام كامل، غاب بذلك عن فريقه الذي حقق الصعود، لكن عزيمته وإصراره جعلته يعود أقوى مما كان عليه وينتزع مكانة أساسية له، لتبدأ بذلك مسيرة لاعب ونجم حفر اسمه من ذهب داخل أسوار النادي. لاعب صال وجال في كل الملاعب ودمر الخصوم بأهدافه الرائعة، طارة من تسديدات لولبية وطارة أخرى من سلالته ومراوغاته. لاعب دمر الخصوم بمهارته العالية وكسر الحواجز الدفاعية بتمريرة لا تصدق. أما ركلة الجزاء لا تنتظر منه إهدارها، بل يضعها في الشباك بطريقة تجعلك تصفق له. إنه رشيد الذي انفجر سنتي 2011 و2012 رفقة لاعبي الفرق ليحصد ثمار كفاحه وولائه للنادي منذ انتقاله له وهو بسن 22 سنة، رافعا بذلك ثلاثية تاريخية دخل بها التاريخ كأول قائد يرفع 3 ألقاب متتالية وفي 100 يوم فقط، كما فاز رفقة الفريق في الموسم نفسه بكأس أحمد انتي في الودي. هذا ناهيك عن إنجازات أخرى كحصوله على وصافة الدوري المحلي موسم 2010-2011 وبفارق 7 نقاط فقط عن المتصدر، وتأهله لنهائي كأس العرش سنة 2010، وأيضا مشاركته رفقة المنتخب الوطني لفتيان ومشاركته رفقة منتخب الشباب بكأس أفريقيا للشباب ببوركينا فاسو، كذلك في دورة الألعاب المصري سنة 2000 وكأس الصداقة في نسخته الثانية والتي أقيمت بفاس، والدوري الدولي الذي أقيم بالجزائر قبل أن يصبح بعد ذلك لاعبا للمنتخب الأولمبي. وبعد 9 سنوات داخل هذا الكيان بدأت مسيرته تتبتب بعد رحيل على النادي متوجها لفريقه الأم وداد فاس، قبل أن يتوجه بعد عام فقط لفريق شباب أطلس خنيفرة ليفسخ عقده معهم سنة 2015 ويعلن رحيله عن عالم كرة القدم وحيدا وفي صمت دون تكريم أو حتى حفل، تعويضا لما قدمه للكرة الفاسية خاصة وللمغربية عامة. لكن رغم ذلك فإن رشيد كان ولا زال وسيظل في قلب كل مصاو عاشق للألوان الأصفر والأسود، وسيبقى رمزا داخل النادي والمغرب ككل، أبى من أبي وكره من كره، كونه دخل التاريخ كلاعب وقائد. كنتم مع أولى حلقات فقرتكم اليومية نوستالجيا، وخصصناها للحديث عن القائد التاريخي للماس رشيد الدحمني.